انعقد في دبي الملتقى الثاني للطلبة السعوديين الدارسين في جامعات الإمارات العربية المتحدة، وتأتي هذه الدورة بعد نجاح الملتقى الأول الذي تميز بمشاركة وتنظيم الطلبة أنفسهم تحت إشراف الملحقية الثقافية السعودية في دولة الإمارات العربية المتحدة برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين في دولة الإمارات، ومشاركات طبعا لأكثر طلبة لهذا العام، أيضا ورش عمل جديدة، جهد جديد عززته الانطلاقة الأولى. صبح عطري كان هناك وفانا بالتفاصيل. ملتقى الإبداع الثاني لطلبة السعوديين الدارسين في دولة الإمارات أصبح موعداً سنوياً ينتظره الطلبة والمبدعين ليقدموا نتاجاتهم وأفكارهم الخلاقة. محور الملتقى لهذا العام كان سيرة ومسيرة، فيه تتحلق محاور الملتقى حول خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وإنجازاته وعطائه للوطن بشكل عام ولأبنائه المبتعثين بشكل خاص. هذا الملتقى أعاد جمع الطلاب السعوديين الدارسين في الجامعات الإماراتية مرة أخرى تحت سقف واحد لكي يتعارفوا ويتواصلوا ويتبادلوا الخبرات فيما بينهم، كذلك يصقلوا مواهبهم من خلال احتكاك بعضهم ببعض. الجديد في هذا أنه من الطلاب وإليهم، من ألف إلى يائه، كان تنظيما طلابيا بحثا. يوم من العمل والأنشطة ضمها الملتقى، وأفكار الطلبة أضحت حقيقة لمسها كل الزائرين لتنوع الأفكار بين الشباب. الملتقى يكون هو عبارة عن بوابة لنا إلى العالم الخارجي، يعني عبارة إلى يعني تكون بوابة مثلا إلى العمل، إلى البروجكت، إلى يعني أشياء كثيرة. الفيلم هذا ما يمثل فيصل القحطاني، يمثل محمد الحموت، يمثل جميع الطلبة المبتعثين في الخارج اللي يتعدون 120,000. هذا أقل شيء نسويه لخادم الحرمين الشريفين، نقول له شكرا خادم الحرمين الشريفين. شكرا يا والدنا، شكرا خادم الحرمين، شكرا عبد الله بن عبد العزيز. نوجه كلمة شكر لأبو متعب، قدم أشياء كثيرة، طبعا حنا نرد شيء لو من اللي سوى لنا لو بكلمة شكرا بس. مشاركة اليوم في الملتقى كان عبارة عن نبذة عن بزنس عبايات حقي أنا وحق زميلتي إماراتية. عرضنا العبايات اليوم بطريقة مختلفة غير عن الطريقة التقليدية اللي تكون في عبايات تشوفها. كان في عندنا كتالوج تشوف في العبايات وداتا شو تشوف منها، تختار البنت الألوان والقماش اللي تحتاجها وترسل لنا مقاساتها وإحنا نرسلها لها العباية جاهزة. فيلم هدية يتكلم عن الطالب والطالبة السعودية، أن كيف الطالبة البنت السعودية تقدر تعتمد على نفسها مثل الولد، ما في أي فرق، وكيف ألقوا القرار من الملك أنه القرار ما فرق بين الطالبة والطالب. هدية تعلمنا من أخطائنا الأولى في التصوير، في المونتاج، حتى في التمثيل. عرفنا كيف نأخذ كوادرنا، كيف نأخذ الشوتس، كل شيء الحمد لله. حفل خاص أقيم في نهاية الملتقى وزعت فيه التكريمات على الجهات المشاركة في الحدث، وأعلنت نتائج الفائزين لهذا العام، وعرض مسرحي ختم الحفل. هؤلاء الشباب يحتاجون فقط إلى وقود، يحتاجون إلى شيء، إلى زرع الثقة في نفوسهم. هذا ما اجتهدنا وهذا ما جنيناه من خلال ما رأيناه من عروض ومن إنجازات واختراعات.